نظم أطفال أمانة العاصمة ومحافظة مأرب اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء في ختام فعاليات حملة أطفال اليمن يتبرعون للأمم المتحدة. ورفع الأطفال المشاركون من كافة مديريات العاصمة صنعاء العشر لافتات تؤكد أنه إذا كانت الأمم المتحدة منظمة لمقايضة أرواح بالمساعدات فلتذهب مدخراتهم للأمم المتحدة مقابل الحفاظ على أرواحهم. وألقيت خلال الوقفة عدد من الكلمات والقصائد الشعرية. استنكروا في الوقفة بشدة سحب الأمم المتحدة قرار إدراج تحالف العدوان السعودي من القائمة السوداء لجرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الأطفال والشعب اليمني. وأكد أطفال اليمن صمودهم ورفضهم الخضوع والاستسلام لقوى العدوان. هذا وقد صدر بيان عن الوقفة يؤكد أن مظلومية أطفال اليمن فضحت زيف ادعاءات الأمم المتحدة بأنها تدافع عن حقوق الأطفال. كما أكد أطفال اليمن في البيان أنهم سيستمرون في جمع التبرعات للأمم المتحدة حتى تستغني عن المال السعودي وحتى لا تتراجع عن أي قرار بحجة الدعم ولتستقل بقرارها أيضا. نطالب كل هذا العالم المستكبر إلى وقوف إلى جانب هذا الشعب وإلى جانب أطفال اليمن. ونحن ندين ونستنكر الأمم المتحدة التي تنصلت عن دورها في حماية أطفال اليمن، لذلك عليها القيام بدورها كمنظمة حقوقية دولية في حماية أطفال الشعوب المستضعفة. نحن اليوم نقدم التبرعات من مصروفنا للأمم المتحدة لكي تعيد السعودية في القائمة السوداء، لأنها تقصف بطائراتها الأطفال وهم في المدارس يطلبون العلم لتحقيق مستقبل اليمن. ورسالتي للأمم المتحدة، لماذا أنتم ساكتون وأنتم تشاهدون الوضع المأساوي في اليمن؟